اهلاوي. ده كان عبد الله السعيد في 2018، الاهلي والزمالك والاخراني الزمالك، وهو نفسه في 2024. عبد الله السعيد كان لاعب للاهلي اكتر من 8 سنين، بعدها حصلت ازمه التجديد وتوقيعه للزمالك قبل ما يجدد، وبعدها يروح للاهلي السعودي ومنه البيراميدز، واخيرا انضم للزمالك. في 2022 الاهلي خد حكم بتجميد ارصده عبد الله السعيد وفاء لمبلغ 2 مليون دولار. في 2023 محكمه الاستئناف اصدرت حكم ببطلان غرامه السعيد، وعليه انتهت القصه، بس واضح ان الازمه مع الاهلي ما انتهتش. اما بالنسبه لكهربا فده كان كهربا في 2017، بعيد قوي من امام عاشور طبعا في الاهلي، وهو نفسه 2024. كهربا قال ان صفقه امام عاشور للاهلي اقوى بكتير ولا تقارن بصفقه عبد الله السعيد، ووجه رساله لمجدي عبد الغني رئيس الجمعيه المصريه للاعبين المحترفين. الله ينعم الوكيل فيه.